بالتأكيد طبعا مشاهدينا، اليوم عندنا فقرات مميزة وأيضا محطة حوارية جديدة راح تكون من ضمن محطات برنامج مساء الخير يا كويت. يسعدنا أن يكون معنا في محطتنا الحين لقاء مع كل من الدبلوماسي ريكويا ساكو، سكرتير ثاني في السفارة اليابانية لدى دولة الكويت، والآنسة تشياكي هيغا وهي باحثة اقتصادية في السفارة اليابانية لدى دولة الكويت. وأيضا راح يكون حديثنا معهم حول حبلة الجمعية اليابانية لتنظيف الشاطئ والمسمى بعملية السلاحف، راح نشوف ونتكلم معهم لكن بعد ما نشوف هذا التقرير. رجعنا معكم مشاهدينا مرة ثانية، نرحب بداية بالسيد ريكويا وأيضا الآنسة تشياكي، يسعدنا انضمامكم لنا في برنامج مساء الخير يا كويت. أيضا سيد ريكويا، ياريت بداية تعطينا فكرة عن تأسيس الجمعية اليابانية لتنظيف الشاطئ، وممكن تكلمنا عن الهدف من تأسيس هذه الجمعية. نعم، تحياتي لكم ومشاهدينا الكرام. في الأول، الجمعية اليابانية هدفها ليس تنظيف شواطئ وشوارع، ولكن بشكل أساسي هو تعميق وتعزيز تضامن اليابانيين المتواجدين في الكويت. ومن هذا المنطلق نحن نقيم عدة فعاليات، مثلا رحلة داخل الكويت ومهرجان رياضي، مهرجان رياضي وحفل في نهاية السنة. ولكن أكبر الفعاليات هي هذه الحملة عملية السلاحف. يعني حملاتكم متعددة، لا تختصر فقط على تنظيف الشواطئ. نعم ريكيا، إذا تكلمنا عن تنظيم حملة لتنظيف شاطئ شويخ، ممكن تكلمنا أو تحدثنا عن هالحملة؟ نعم، في الحقيقة انطلقت هذه الحملة في سنة 2000، وهذه المرة 19. وفي هذه الحملة نحن نجمع ونلتقط زمامة والقمامة في شواطئ شويخ أملاً لعودة السلاحف، لأنني سمعنا أن كانت هناك سلاحف كثيرة في شواطئ شويخ لوضع بيوضها. نعم. إحنا مكملين الحوار معكم، لكن نأخذ فاصل وبعد الأذان نكمل مع ضيوفنا. رجعنا معاكم مشاهدينا، نستكمل حوارنا مع ضيوفنا السيد ريكويا ساكو والسيدة تشياكي هيغا. سيدة تشياكي، إذا نسأل عن موعد انطلاق هذه الحملة، متى راح يكون موعدها إن شاء الله؟ نفتني الساعة 10 أونس في يوم 10 نوفمبر. 10 من الصباح. نعم، تاريخ 10 نوفمبر. إذن ريكويا عفوا، ما هو الهدف من هذه الحملة؟ نعم، الهدف الأول هو زيادة وعي الناس حول حماية البيئة. ولأن تلوث البيئة لا يؤثر سلبا على النظام البيئي فقط، ولكن أيضا على حياة الناس. ونحن اليابانيون يعرفون أو يفهمون قسوة تلوث البيئة، لأننا عانينا من تلوث البيئة. و تقصد خلال الحرب العالمية الثانية؟ بعد الحرب العالمية الثانية، وخصوصا في الستينيات عندما شهدنا النمو الاقتصادي السريع. وآنذاك يعني في هذا ذلك الوقت عانينا من آلام في الجسم ومرض الربو، وهما ناجمان على يعني عوادم السيارات والمصانع، وأيضا تسرب الزئبق. وبالتالي نحن اليابانيون نود من مزيد من الناس أن يفهموا أهمية حماية البيئة. والهدف الثاني هو تعزيز علاقة الصداقة بين اليابانيين والكويتيين، لأننا نثق بأن برنامج مشترك مثل هذه الحملة يساهم في تقريب الشعب الكويتي والياباني. نعم، جميل جدا أن يكون هناك من عانى من شيء وبنفس الوقت يحاول أن يساعد الآخرين لكي لا يعانوا مما عانى منه. سيدة تشياكي، هل هناك فرق مشاركة معكم من خلال هذه الحملة؟ تشارك فيها الحي البآمة للبيئة ومدرسة دسمان وجمعية الكشافة الكويتية. نعم. نعم، سيد ساكو ريكويا، هل لكم تعاون مع الجمعية الكويتية لحماية البيئة وشركة نفط الكويت؟ نعم،
بالنسبة للجمعية الكويتية لحماية البيئة، هناك علاقة التعاون منذ سنوات، من أعتقد من عام 2000، وهي يعني الجمعية الكويتية لحماية البيئة دائما تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل الشرطة البيئية. وبالنسبة لشركة نفط الكويت، في الحقيقة هذه المرة لأول مرة انضمت هذه الشركة إلى هذه الحملة. نعم. ومفروض أن تحضر مستلزمات مثل القفازات والأكياس لجمع القمامة. ونحن اليابانيون والجمعية اليابانية تشكر هاتان الجهتين على ما يعني قامت بها من التسهيلات، وأيضا نشكر على يعني مشاركة كثير من الناس. نحن أيضا نشكركم على هذه الجهود الجميلة اللي تقدمونها من خلال هذه الحملة وهذا التعاون الجميل بين الشعب الكويتي والشعب الياباني. يعني دائما روان نستمتع بمثل هذه المشاركات الجميلة. نعم بالتأكيد، وحسب ما ذكر يعني خاضوا تجربة من التلوث البيئي، فما حابين الكويت يعني يوصل لها المرحلة، وحابين يشاركون أيضا في تنظيف ويعني ترتيب شواطئ الكويت. كل الشكر لكم ضيوفنا الكرام على هاللقاء المميز، الدبلوماسي ريكويا ساكو سكرتير ثاني في السفارة اليابانية لدى دولة الكويت، والأنسة تشياكي هيغا وهي باحثة اقتصادية في السفارة اليابانية لدى الكويت. شكرا. نعم نشكركم جدا. وننتقل مشاهدينا الآن وعلى